تعرف يا شيف حسن؟ اه انت هتكمل البسبوسه؟ بص سخنه كده. طيب. والشربات سخن. بص الشربات سخن. بص تشرب على طول تزغرط. اه يعني البسبوسه من الحلويات اللي سخنه على سخن. سخن على سخن. الشربات سخن والصينيه تبقى سخنه. اه طيب بقى وبلح الشام والكلام ده كله بارد. سخن على بارد. بالظبط. اه الشربات بارد. تشرب واكون جاي هبة زبده اللوتس حطها في الميكروويف 20 ثانيه سايحه كده. بصي زبده اللوتس عامله ازاي. بس انا بصراحه بحب الكنافه والقطايف والبسبوسه ساده كلاسيكيه عشان احس بطعمها. احنا قلنا من فتره دي انت دوقت قبل كده الكنافه النابلسيه؟ طبعا دي احلى كنافه جبنه طبعا. جميل. بصي بعد ما شربت كده يا حسني شربت خالص البسبوسه اهي. اه بص شربت خالص. بص عليها بقى. بص حط عليها اللوتس كده.